إيكو سبور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني نشراتنا الرياضية إيكو سبور. نبدأ نشرتنا إذن بالأخبار الجيدة، بالأخبار الباهية، وين عادت نجمة التنسي تونسيونس جابر للمركز العاشر في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنسي المحترفات اللي صدر اليوم الصباح. وكانت تونس جابر تراجعت في تصنيف الأسبوع الماضي المركز 11، وينتظر أن تعود زادة تونس جابر إلى ملاعب الكرة الصفراء من بوابة بطولة سوق دبي الحرة للتنس اللي باش تكون خلال الفترة بين 14 و19 فيفريل القادم. ذكر أن تونس جابر كانت تغيبت عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والبطولات الأربعة الكبرى الجرون شليم بسبب إصابة على مستوى أسفل الظهر تعرضت لها في مباراتها أمام الإستونية إينيت كونتافيت في ربع نهائي بطولة سيدني نهار 13 جانفي الماضي، وحكمت عليها بعدم مواصلة المقابلة. في التصنيف العالمي الجديد إذن حافظت الأسترالية أشلي بارتي على الصدارة متقدمة على البيلاروسية أرينا سابالينكا والتشيكية كريتشيكوفا. الترجي الرياضي التونسي ونجم الساحلي يشرعوا اليوم في تحضيرات للجولة الافتتاحية من دوري المجموعات ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. يواجه ليتوال ضيف نادي شباب بلوزاد الجزائري نهار الجمعة مع الخمسة في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية. وضمن نفس الإطار يحتضن نفس الملعب نهار السبت الجاي لقاء الترجي الرياضي وجالاكسي البوتسواني بداية من ماضي ساعتين متاع العشية. وودي نذكر أنه فاز نادي باب السويقة على الأولمبي البيجي بهدف لصفر في حين انتصر نادي جوهرة الساحل على الاتحاد الليبي برباعية نظيفة. أسدي الستار على منافسات كان الكاميرون 2021 وبتتويج السنغال باللقب الأول في تاريخه. قائمة المتوجين القوى إذن السنغال سحب المركز الأول، الميدالية الفضية لمصر، البرونزية للكاميرون، المركز الرابع لمنتخب بوركينا فاسو، تونس في المركز السادس. أفضل لاعب هو السنغالي ساديو ماني، أفضل حارس مرمى هو السنغالي ميندي، هدف البطولة الكاميروني فانسون أبو بكار بثمانية أهداف. في الحقيقة زوز مباريات مهمة الليلة تتلعب، أتلتيكو بلباو يلعب ضد إسبانيول بداية من التسعة، وفي نفس التوقيت سالارينتانا يلعب اللي هو فريق وجدي كشتيدة يلعب ضد سبيتزيا. الرياضة مازالت متواصلة على السيت نتاعنا www.radioexpressfm.com. باي باي.